تواصل إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية استقبال طلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي 16 والمقرر عقدها في 5 من ديسمبر المقبل. وتأتي عملية تسجيل المرشحين وسط إجراءات وإرشادات صحية مشددة تواكب العملية الانتخابية حتى موعد الاقتراع. وللمزيد مشاهدينا من التفاصيل ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر إدارة شؤون الانتخابات مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي. نواف، إلى الآن كيف هي نسبة الإقبال مقارنة بالأيام الماضية، لا سيما ما بدء العد التنازلي لإغلاق باب الترشح المقرر في الغد إن شاء الله؟ تحية لك سعود وتحية لكل من يشاهدنا الآن عبر موجز الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. احنا معكم مستمرون من إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية وتحديدا في مدرسة خولة المشتركة بنات في منطقة الشيوخ السكنية. سعود، احنا اليوم في اليوم التاسع بالنسبة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020، وحتى هذه اللحظة منذ فتح باب الترشح في الساعة 7:30 صباحا وحتى هذه اللحظة عدد الذين تقدموا رسميا بتسجيل طلباتهم كمرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2020 17 طلب، 15 من الذكور و2 من الإناث. مقارنة بهذا الرقم سعود في هذه الأوقات لو نقارنها مع الأيام السابقة، ربما اليوم هو أقل يوم عددا في التسجيل، ولكن التسجيل مستمر حتى الساعة 1:30 ظهرا. الإجمالي حتى هذه اللحظة منذ فتح باب الترشح في اليوم الأول إلى اليوم، عدد إجمالي الذين سجلوا كمرشحين ومرشحات 320 من الذكور و30 من الإناث. ربما الرقم هذا أيضا لو نقارنه في انتخابات سابقة أو ما شابه ذلك نجد أن الرقم متراجع، وهذا أمر طبيعي جدا في ظل نحن الآن في ظل نتعايش مع تداعيات أزمة كورونا كوفيد-19، فبالتالي هذه الأرقام قد تكون متراجعة من حيث الأرقام ومقارنتها تاريخيا، ولكن هي أمر طبيعي جدا. إحنا اليوم في اليوم التاسع 17 مرشح ومرشحة حتى هذه اللحظة بتقريبا ما يقارب إلى 4 ساعات ونصف أو 5 ساعات، إذن هذا الرقم متراجع عن الأيام السابقة نتكلم، ولكن نحن لا نقول يعني لا نزال نقول أن هناك وقت من التسجيل إلى الساعة 1:30 ظهرا تتغير الأرقام. إن شاء الله في موجز الأخبار الساعة الثانية راح نوافيكم بالإحصائية الإجمالية لهذا اليوم وأيضا لتسعة أيام منذ فتح باب الترشح. غدا يوم الأربعاء هو اليوم الأخير بالنسبة لاستقبال طلبات الترشح. نعم نعم زميل نواف الشركي، سنتواصل معك إن شاء الله في موجز الثانية بإذن الله. شكرا لك مراسل تلفزيون دولة الكويت من مقر من مقر